لما تفهم ابوك انك في سنه ثالثه وابوك يعرف انك بتسقط ولسه في سنه اولى. ايوه هجيبه قدامك اهو. ايوه انا بقولك يا دي افيون، ايه رايك في اللي بيكذب على اهله؟ تفخس عليهم تفخس، احنا بتوع ربنا، ليه تقولي عن الناس الوحشه دي؟ ده عالم واطيه وربنا يحجوه. تصدق انت صح، هما فعلا عيال مش متربيه. اصل ليه واحد زميلي بيحكي لي على ابنه، ابن زميلك انت بيكذب؟ لا حول ولا قوه الا بالله، عيال مش متربيه فعلا. ما هو بيقول له اللي انا في سنه ثالثه يا حجوج، ها واخد بالك حجوج. فابوه يقوم عامل ايه؟ يقوم رايح الكليه وعامل له مفاجاه، فيروح يسال يتفاجئ ان الواد لسه في سنه اولى. مين ده؟ ابن واحد زميلي. قلت لي ابنه ماله؟ ابنه حيوان زي حضرتك. قال الواد يقول له ان هو لسه في سنه ثالثه، والراجل يروح ويسال يتفاجئ ان ابنه لسه في سنه اولى. لا اصلي ممكن يكون هو اللي بلغه غلط. لا ما انت ما تعرفش، ده هو بنفسه اللي راح يا راجل. هو بنفسه يا نهار اسود. بقول لك ايه، هو مين مع مين ولا مين فين ولا انا فين؟ يا فاشل يا ابن الكلب، بتضحك عليا يعني؟ ده انت وجعت ابو اللي جاب ابوك سودا، ده انت انهارت ابوك اسود. استنى بس يا حاجو، انت فاهم غلط. مش انا غلط. مين يا ابن الكلب؟ ده انت فاشل بتستحفلني. يا خسرت فلوسك يا حاجو، يا خسرت فلوسك. يا فاشل. استنى بس بالله يا حاجو، هفهمك والله. هتفهمني ايه؟ يا فاشل. لا انا مش فاشل، انا مش ذنبي ان انا انسان حلو وكويس وبسط وحتمك. ده انا هنفخك، تعالى لي يا فاشل.